السلام عليكم الأخوات، رجعت معكم باش غنكملوا على الدرس ديالنا ديال حصيلة الرندة في الزكزاك مع العقادي كما كتشوفوا معايا. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الدريسات كما كتشوفوا معايا. هادو هما الدريسات اليوم اللي غادي نشارك معكم، هادو هما الدريسات. درتهم هنايا على الكمام كما كتشوفوا، درتهم على الكمام. ودابا ان شاء الله غادي نبداو مع بعضياتنا. غادي نديرو هاد الدريسات على القب، يعني لصق القب مع الجلابه، ونبلت القب. ضروري تنبل قبل ما ديروا الدريسات كما كتشوفوا، نبلته كامل. ودابا اول حاجه غادي نبداوها بسم الله، غادي نبداو نديرو الحبكه. الاول غادي نبدا نديرو الحبكه فوق الثوب، هي اللي غادي نسبق الحبكه، عاد غادي ندير الدريسات كيما درت هنايا. يعني درت الحبكه الاول، عاد درت عليها الدريسات. كنتمنى هاد الدريس ان شاء الله يكون عجبكم. هاد الدريسات كيجيو تبارك الله زوينين بزاف، هانتوما كتشوفوا. ثبت هنايا التوب ديالي فوق المخده باش غنتحكموا فيه. هنا غادي نبداو من الوسط ديال الفتحه، يعني من هنا البدايه ديال الفتحه ديال العنق ديال الجلابه كما كتشوفوا. غادي نبدا من هنا، دابا نديرو غير الحبكه كما قلت لكم. الاول نديرو الاول السطر ديال الحبكه فوق الثوب، عاد غادي نخدموا عليه الدريسه ديالنا. سبقت لكم الاخوات نزلت لكم الفيديو ديال يعني ديال الحبكه فوق الثوب القناه ديالي. كنتمنى ان شاء الله ترجعوا الفيديو وتعرفوا الطريقه كيفاش كان يعني كنخدموها. راه ساهله، يعني الطريقه راه ساهله. دابا غير بغيت نخدم معكم شويه على حسب الاخوات اللي نضموا معانا جداد، يعني اول مره كيشوفوا القناه ديالي. كنتمنى ان شاء الله، كنتمنى الاخوات اللي اول مره كينضموا للقناه ديالي يعني يفعلوا الجرس ويديروا لايك باش يشجعوني، باش دائما نبقى ندخل معكم الجديد. وفوقاش ما درت شي حاجه جديده غادي ندخل عندكم ان شاء الله. بقاو بهذه الطريقه، راه طريقة كيما قلت لكم راه ساهله ومهله. هذه راه غير الحبكه باش الدريسات ملي نخدموا عليها الدريسات غتجي لنا ساهله الخدمه، حيت كتسهل الخدمه يعني باش كيجيكم يعني الدريسات متساويين. نبقى غادي بهذه الطريقه، كنتمنى تكون الصورة ليكم واضحة. غادي نبقى معكم الأخوات مستمرة بهذه الطريقة. تنسالي عفوا كلشي هاد الحبكة فوق الدائرة ديال القب ديالنا. دابا نقلعو هاد الخيط، حيت هذا كندخلو هنايا باش غادي نقلعو. وغادي نبقى مستمرة بهاد الطريقة إن شاء الله حتى نساليه. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو الفتحة ديال العنق كما كتشوفو من هنا، ولكن غادي نخدمو من جهة يعني على الظهر ديال يعني ديال التوب هاد الجهة. هكا غادي نخدم معكم دريسات بحال اللي درنا بعدا في الكمام. ها واحد الغرزة، ها الثانية، ها الثالثة. لاحظوا معايا، دابا غادي نرجعو هنايا لهاد العوينة. واحد جوج ثلاثة، نلوو الخيط
على الإبرة ثلاث المرات. كما كتعرفوا أنا هاد الجلابة خدمتها بثلاثة الشعرات. لو كان أحسن باش تبان لينا شوية هاد الدريسة، كندير يعني ثلاثة المرات كندور الخيط على الإبرة. حلو معايا، ها واحد الدريسة الثانية، نجيو هنايا مزيان، نجيو هنا نلوقو كذلك الخيط على الإبرة ثلاث المرات باش نحصلو على هاد الدريس تاع الجوج. سبقتي الأخوات حطيت لكم الفيديو ديال يعني الطريقة باش كنخدمو هاد الدريسات تاع جوج وديال ثلاثة. نجيو هنايا لهاد العوين هنا، نرجعو هنا هاد العوينة، نديرو ثلاثة المرات بعدا الخيط على الإبرة، ونجيو هنايا كاينة واحد العوينة هنا، لاحظو معايا مزيان، واحد جوج ثلاثة. دائما نبقاو نلوي الخيط على الإبرة ثلاث المرات. كما قلتلكم عندي هنايا الحرير مبروم على ثلاثة الشعرات، لو كان على ربعة نديرو غير جوج المرات، ولكن أنا عندي هاد الحرير مرمتو. هاي دابا هاد ثلاثة الدريسات لي درنا هنا، نجيو هنايا لاحظو معايا مزيان، نجيو هنايا لاحظو معايا مزيان. دابا أخوات دابا غادي نخليو هاد العوينة هنا منضربوش فيها، نجيو عند التانية نضربو فيها، نحو معايا مزيان باش نحصلو على هاد القوس هذا، نحو معايا مزيان. غادي نرجعو لهاد ديك العوينة هنا، ودابا غادي نحبكو على هاد ثلاثة الخيوط. كيما كتشوفو نحبكو عليهم، جوج مهم تعمرو على حساب باش يجيكم يعني يجي هاد القوس واقف. أحسن مبتدئات يعني يبقاو يحسبوا أحسن باش يجي لهم العبر هذاك هو، ولكن أنا كندير بلا ما كنحسب، من نشوفها جات لي واقفة صافي. هذه هي كما كتشوفوا، كنتمنى تكون الصورة واضحة لكم. دابا فين غادي نجيو؟ غادي نجيو هنا، لاحظوا معايا في نفس بعدا يعني في نفس الغرزة من يعني من دخلنا إبرة من الأول من هنا، وغادي نزيرو شوية هكا باش نحصلو على هاد الشكل. هانتوما كتشوفوا، لاحظوا معايا غادي نجيو هنايا هاد الغرزة نضرو فيها واحد، هاد التانية، هاد التالتة. علاش خلينا هاد المساحة؟ حيت مازال غادي نرجعو عاد غادي نديرو يعني الحبكة أخرى عاد هنايا، غادي يجي الحبكة هنا التانية هنا. ودابا غادي نجيو هنايا نديرو تلاتة يعني ندور الخيط على الإبرة ثلاث المرات باش نحصلو على هاد الدريسة الثانية. ها جوج دريسة دابا، نجيو هنا كذلك نلوو الخيط على الإبرة ثلاثة المرات كذلك، ونرجعو هنا نجيو كذلك هنايا، نجيو هاد العوينة هنا، نحو معايا مزيان، نرجعو لهاد العوينة هنا، واحد جوج ثلاثة، كذلك نديرو ثلاثة باش نحصلو على يعني الدرس ديال ثلاثة. نجيو هنا لهاد العوينة، ندخلو كذلك هنا الإبرة ديالنا، واحد جوج ثلاثة. ودابا غادي نجيو كذلك هنا لهاد الرويس ديال هاد الدريسة،
واحد جوج ثلاثة ونجيو هنا نضرب هكا كذلك نجيو هنايا نتمنى تكون الصورة لكم واضحة. كذلك ما غاديش نضربو هنايا في هاد الغرزة الأولى، لا نجيو الثانية باش نحصلو على هاد الشكل ونرجعو هنايا عاود كذلك نضربو هنا باش نحصلو هنايا على جوج تاعي الخيوطة، جوج تاع كما كتشوفو معايا هنا، هنا جوج خيوطة. دابا عندي نبرمو نبرم عادي او الحبكة، عفوا ديال الحبكة ديالنا هنايا دائما. عفوا الاخوات ما وريتكمش دائما الخيط من هاد الجهة، جيت ليسر هكا وندخل الابرة ديالنا هكا، ودائما ابرة تحت الخيط. صافي دابا غادي نرجعو هنايا لهاد الغريزة باش ندخلو هنايا باش نثبتو هنايا هاد الطريسة بهاد الطريقة. كنتمنى تكون الصورة ليكم واضحة. غادي نزيد معكم شوية الأخوات يعني بهاد الدريسات تنديرش باش تبان ليكم مزيان، وبعد إن شاء الله غادي نشارك معكم يعني الدورة الثانية من غادي نجيو عليهم عاود هاديك الدورة الثانية فوق هاد الدريس إن شاء الله. بقاو معايا كما كتشوف مع الاخوات، انا خدمت معكم شويه باش يبان لكم مزيان هاد الدريسات كما كتشوفوا. نزيد معكم وحده عاود باش تبان لكم مزيان الخدمه. المهم الاخوات اللي ما فهمتش شي حاجه ولا ما فهمتش الدرس اي حاجه، المهم غادي تقولها لي ان شاء الله في التعليقات ديالها، وغادي نعاود لكم ان شاء الله الا شي حاجه ما فهمتوهاش. حيت كملي هنا الخيط هنا ويلي ما فهمتش شي حاجه غادي نعاود لها الشرح ولا لا. واحد جوج ثلاثه معايا مزيان ثلاثه نزيدو هاد الدريسه الاولى ديرو دابا الثانيه. دائما الخيط كندوي على الابره ديالنا ثلاث المرات، الا كان الحرير يعني مربع على ثلاثه ولا على جوج شعرات جوج ثلاثه غادي نشوف هكا. غادي نجيو هنا قد ما تكون الصوره واضحه لكم، وغادي نجيو لهاد العوينه غادي دابا نديرو الدرس ثلاثة يعني هاد الدريس نتاع ثلاثة. نجيو هنايا جوج ثلاثة غادي نجيو هنا كذلك نجيو هنا هاد الدريس ديالنا نجيو هنا لاحظ معايا. دابا غادي نخليو هاد العوينه ما نضربوش فيها، هادي ما نضربوش فيها. نجيو عند الثانيه هنا عند الثانيه لاحظ معايا، وغادي نرجعو لهاد بعدا كذلك على هاد الخيط. غادي نجيو عند بعد هاد العوينه النت بعدا اللي فيها الخيط بعدا بهاد الطريقة باش نحصلو على جوج خيوط هنايا. دابا غادي نديرو الحبكة نزيد غير وحدة صافي هذه هي. دابا غادي نجيو هنايا هاد العوينه اللي فيها بعدا الخيط بعدا باش ثبتنا الخيط باش نزيرو هاد الدريسه. هانتوما كتشوفو معايا
هادي نديرو هنايا في هاد الغريزة، واحد جوج ثلاثة، وعاود نديرو هنا دريسة ونبقاو هكا دواليك حتى نكملو كلشي الطائية ديال القب ديالنا. طبعا بلا حد مهم، غادي نبيعو من هنا كذلك. يعني ما غاديش نضربو هنايا هنا، لا غادي نجيو هنا نثبتو بعدا من الأول الحرير ديالنا ونجيو عند هاد العوينة هادي، هادي اللي حدا هاد الدرس، ندخلو هاكا الإبرة ديالنا الخيط. ودابا غادي نبداو نديرو الدريسات، واحد جوج ثلاثة. يعني كل واحد الطريقه ديالو باش كيخدم يعني الخدمه ديالو. انا بدا دائما كنبدا من هنا القلب، كنبدا من الفتحه ديال العنق، نجيو هنايا عاود كذلك هاد العوينه، ندير الدرس الثانيه حيت غنديرو اربعه دريسات هنايا هكا، نجيو كذلك هنا باش نحصلو على دريسه ثلاثة، ثلاثة دريسة. دابا نمشيو على هاد الدريسة ديالنا، نمشيو عليهم بالطريقة، ولاحظ معايا غادي نجيو كذلك عند هادي هاد الدريسة هادي، وكذلك غادي نلوو الخيط ديالنا فوق الإبرة ثلاثة المرات هكا، وغادي نرجعو هنا وغادي نجيو هنايا هاد العويله. كاينه واحد العوينه هنايا كتمنى تكونوا كتشوفوها، هاد العوينه نضربو فيها هكا بهاد الطريقه، وغادي نجيو هنا لاحظوا معايا عند هاد العوينه هنا واحد العوينه هنا، هادي اللي خلينا هنايا من ثلاث هاد العوينات بين الدرس والدرس كنخليهم باش غادي نرجعو عليهم. ها هي هنا هاد العوينه، هنا لاحظوا معايا دخلو الإبرة ديالنا هنا باش نحسبهم على هاد الشكل، لاحظوا معايا ونرجعو عليه كذلك، نرجعو هاديك العوينة بعدا هادي هكا، كذلك غادي نحبكو عليهم، غادي نرجعو على السطر ديالنا باش نحبكو، نديرو الحبكة. الحبكة مهم ما تحسبوش، ولكن تبقاو يحسبو يحسبو، انا ما كنحسبش كما قلت لكم، يعني كل واحد عينو ميزانو. ولكن المبتدا ديالنا لاول مره غادي يخدمهم ضروري خصهم غادي يحسبو باش يجي لهم متساويين. دائما ابره تحت الخيط بهذه الطريقه هكا كيجيو زوين بزاف، هاد الدريسات كيجيو رائعين جدا على القب كذلك على الكمام. ان شاء الله ملي غادي نكمل هاد الشلابه غادي نشاركها معكم، هانتوما كتشوفوا هذا الشكل ديال كيجي. ودابا غادي نرجعو هنايا هاد العوينه اللي تبعدا غندخلو فيها الابره ديالنا والخيط باش نثبتو هاد الدريسه. كنتمنى تكون الصوره ليكم كما كتشوفوا معايا الاخوات، راني خدمت معكم شويه يعني باش يبان لكم الدرس مزيان، وغادي نزيد معكم شويه باش غادي تبان لكم مزيان الخدمه وتفهموا الدرس. هاد قدر هنا الخيط، دابا غادي نثبت هنايا الحرير ونرجعو هنايا لهاد العوينه بالطريقه هذا معايا باش نحصلو هنايا على جوج، هنا جوج خيوط كما كتشوفوا هنايا جوج. ودابا غادي نثبتو عفوا غادي نديرو الحبكه بالطريقه، راه الطريقه سهله. دائما اخوات كما كنقول لكم تبقاو دائما تتبعوا التعليمات وتتبعوا الفيديو من الاول الى الاخير باش تفهموا الدرس مزيان. يعني اللي بغات تعلم ضروري ما يعني من هاد الخطوه، يعني تبع الفيديو من الاول للاخر
مبتدئات، انا دائما كنهضر مع المبتدئات ديالنا، اما المتعلمات راهم عارفين الطريقه وعارفين هذه الخدمه. يعني دائما كنهضر مع المبتدئات ديالنا لاول مره غادي يديروا، يعني غادي يديروا الرنده، كذلك غادي يديروا هاد الدريسات باش ينجحوا معاهم. ضروري يعني متابعه ديال الفيديو. ودابا غادي نرجع هنايا هاد العوينه كتبنا تكون واضحه لكم، انا قربت لكم الكاميرا باش تبان لكم مزيان. نثبتوا هنايا دابا هذه هاد الدرسه هنايا بالطريقه، كتلاحظوا كي كيجيو كيجيو زوينين بزاف. ودابا غادي نرجع هنايا ندير واحد الغريسه هنا، كذلك نجيو هنايا معايا نرجعوا هنا لهاد العوينه هنايا، وندوروا دائما الخيط على الابره ثلاث المرات، جوج ثلاثه باش نحصلوا على هاد الدريسات. ونرجعوا عليها هكا بهذه الطريقه معايا، ونجيو هنايا لهاد العوينه كذلك هنا واحد جوج ثلاثه، دائما ثلاثه المرات. ممكن ديروا يعني جوج المرات، لكن انا من كندير يعني من كنبر الحرير على ثلاثه ولا على جوج دوش الشعرات كندير ثلاثه دورات، يعني كندور الابره الخيط على الابره عفوا ثلاثه المرات باش يبانوا هاد السنينات، هاد الدريس كما كتشوف يبانوا مزيان باش كتصلوا على واحد النتيجه كتجي زوينه بزاف، والدريسات كيجيو يعني رائعين. ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الجلابه من غادي يعني نكمل الخدمه ديالها غادي نشاركها معكم. نجيو هنايا كذلك واحد جوج ثلاثه، وكذلك بهذه الطريقه نرجعوا على هاد العوينه هكا بهذه الطريقه معايا مزيان. ها هو الدرس، نجيو هاد العوينه، كاينه واحد العوينه هنايا كنتمنى تكون كتبان لكم، هاد العوينه هادي هنا هي هانتوما كتشوفو، يعني واحد جوج ثلاثه، يعني هاد الدرس ديال ثلاث دريسات يعني غيتحصلو على ربعه تاع السنينات هكا، ربعه تاع دريسات هادو ربعه. ودابا غادي نجيو هنا هاد العوينه كنتمنى تكون واضحه ليكم، تزيرو شويه الخيط ماشي بزاف، ما يجيش مرخي بزاف، ما يجيش مزير بزاف، يعني مزيان هكا. غادي نزيد غادي نرجع على السطر ديالنا هنايا تشعل العوينه بعدا، كذلك غادي نزيدو فيها عاد واحد الخيط اخر باش نحصلو على جوج، هانتوما جوج كتشوفو جوج الخيوط باش دابا غادي نحبكو عليهم. نديرو الحبكه ديالنا، دائما ابره تحت الخيط، والخيط كيجي من جهه اليسر هكا جهه اليسر، وبهذه الطريقه كنتمنى ان شاء الله يكون الدرس مفهوم وواضح، والاخوات المبتدئات ديالنا يجي لهم هذا الدرس ساهل باش يتعلموه، حيت كيجي زوين بزاف سهل. غادي نشارك معكم ان شاء الله فيديوهات، ان شاء الله مازال فيديوهات ديال هاد الدريسات الانواع ديالهم باش يعني باش كل واحد يختار اللي غادي دير تطبق على الجلابه ديالها ولا القفطان ديالها. صافي دابا غادي نجيو هنا لهاد العوينه، نتمنى تكون واضحه تماك بعدا في هذيك البلاصه من يعني دخلنا الاول الابره والخيط تماك، غادي نثبتو هاد الدرس ديالنا. لاحظوا معايا مزيان هانتوما كتشوفو، وغادي نجيو لاحظوا معايا غادي نجيو هنا لهاد العوينه كنتمنى تكون واضحه ليكم، ندخلو فيها الابره ديالنا وغادي نجي هنايا، وغادي نبقى مستمر الاخوات ديالي بهذه الطريقه
تنسى لي كلشي يعني الدريسه تاع على الدائره ديال القلب ديالي. كما كتشوف معايا الاخوات ساليت هاد الدريسات على القلب ديال الجلابه. كنتمنى حتى نتوما هاد الدريسات يعجبوكم حيت كيجيو رائعين جدا كما كتشوفوا، كيجيو زوينين بزاف على القلب وكذلك على الكمام كما كتشوفوا معايا. المهم الاخوات بقاو معايا ان شاء الله الفيديو مقبل ان شاء الله مع استعراض الجلابه بالرنده الحصيره. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.